امبارح حصلت جه بلاغ للاسم لمديرية الأمن، لمديرية الأمن. مديرية الأمن النقيب هشام طعمع على رأس قوة من مركز شرطة بني سويف، توجه إلى هذه المنطقة فيما بعد الساعة 12 صباحا، يعني واحدة الصبح أو واحدة بعد منتصف الليل، والراجل الله يرحمه لم يطلق رصاصة واحدة في وجه البلطجية، إنما هم الذين بادروا بإطلاق النار عليه، فجت طلقتين في الفخذ الأيسر ليه، طبعا على قوة خدوه المستشفى، مستشفى خاصة في مدينة بني سويف. حالته كانت يعني متأخرة شوية، توجهوا به إلى مستشفى الجامعة بني سويف، ويعني استشهد في تمام الثالثة اللي أو الرابعة فهمناه ان هم عصرا. كانوا بيحاولوا عايزين يلوموا مستشفى الشرطة في القاهرة، مع بس الأسف للأسف فارق الحياة قبل ذلك. طبعا. الصبح مديرية الأمن أعلنت عن وفاته رسميا، وأعلنوا عن جنازة جنازة رسمية. عسكرية وبحضور المسؤولين وقيادات الشرطة، تكريما وبالمناسبة له ان هو راح تكريما ليه في دفاعا عن الواجب. دفاعا عن الواجب. وعلى فكرة أنا كنت أعرفه يعني معرفة شخصية، ايه ده وكان والله؟ كنت على اتصال بيه يعني دايما، وبأسرته الله يرحمه، كان إنسان كان خلوق جدا. والدته سيدة فاضلة، خالته أخت والدته سيدة فاضلة، قيادة من قيادات الصحة بني سويف، مدير عام التأمين الصحي، لشقيقه ضابط بالمرور لسه متزوج حديثا، وكان عنده بنتين صغيرين، واحدة سنة والتانية يمكن الله سنتين يرحمه، ونص، الله يرحمه، الله حالة يرحمه. وحنين. تمت الجنازة الساعة مع صلاة، تم الصلاة على الجنازة. مش فاهمين بقى ايه اللي جاب المتهم ده قدام الجنازة، اللي هم قالوا ان هو ده البلطجي اللي قتل النقيب. مع حضرتك أنا سألت مديرية الأمن، يعني أنا كنت شاكك في، عايز تقولي صدفة ان هو راح؟ مش صدفة، ما مستحيل. أنا سألت مديرية، سألت مسؤول كبير جدا يعني مدير إحدى الإدارات في مديرية الأمن، يعني قال لي أنا ما أعرفش هو جه إزاي، وأنا طبعا يعني مش مصدق وهو هو جه انا إزاي. عايز افهم، هو كان بقى المتهم ده بقى كان مربوط؟ قال لك ناس تقول لك عربيه نص نقل، وناس تقول لك بوكس شرطه، اللي احنا شايفينه ده نص نقل صح؟ عربية ربع نقل، ربع نقل، ربع ربع نقل، نقل، عربية ربع تويوتا نقل صغيره بيضة، ربع نقل. عربية ربع نقل بيضة، عربيه ربع نقل بيضه، مش ده شرطة مملوكة لمواطن. تم ضربه وسحله امام الصالون الاخضر بميدان المديريه في مدينة بني سويف. أنا يعني تحديدا أنا منزلي أو شرفة منزلي على الميدان، ميدان المديرية اللي فيه كل الأحداث. أنا طلعت عشان أبعت الخبر للجريدة، سمعت ضرب معلش، نار. انا مش عارفه استوضح الصوره، مش شايفه كويس. هو ده هو اللي بيتشد؟ هو ده اللي بيتشد؟ حضرتك، هو في الأول، هو ده اتشد في الأول، وبعد كده نزلوه تحت في صندوق العربية، العربيه. صندوق العربية، بعد كده بدأ يتضرب بيه بالأحذية وبالشوم وما إلى ذلك، وبالأيدي، إلى أن فقد الوعي تماما، واعتقد الكثير أنه فقد الحياة، وكلنا اعتقدنا أنه فقد الحياة، خاصة أن شهود العيان قالوا أن يعني أن هو الخبر أول ما طلع قال لك أمناء الشرطة أنا قتلوا الـ عندي التفاصيل يعني قتلوا الـ يعني إنه قتل وفرق الحياة وال وال و هم أهلهم، أهل هذا الشاب اتهموا الشرطة ان هم في ارتدوا زي مدني وقاموا بقتل هذا الشاب، والشرطة نفت في نفس الوقت، قالوا ان احنا اللي حميناه من ايدي الاهالي من القتل. فندم ليه طبنجة؟ هي في ايد واحد ماسك طبنجة عادي؟ طبعا في ناس وفي ماسكين رشاشات، في ناس ماسكين طبنجات، ده سلاح ميري. طبنجات. الكلام ده حصل حضرتك عقب صلاة الجنازة في ميدان المديرية أمام الصالون الأخضر، المنطقة اللي فيها عمر ابن عبد العزيز. توجهت به قوة الشرطة في حماية شديدة جدا، ووسط سيارات مصفحة من الأمام ومن الخلف، العربيات دي جت فيما بعد يعني، العربيتين دولت، وتوجهوا به من ميدان المديرية إلى مستشفى بني سويف لا، العام. اللي في المحيط فهمه ايه يا استاذ محمد؟ حضرتك من هناك، ناس فهمت ايه؟ خليني هرجع لحضرتك تاني. اتفضل.